الحين جوي جميل تفاني أنا حدي غير كل شيء أصير كل هبة عندي أنا جري تكنولوجي عندي حجي تابعني أنا وبس سياسة بس عيارة حدي مساكم الله بالخير شباب وبنات. طبعا مثل ما عودناكم حلقه جديده من برنامج جادرينج شو. ان شاء الله اليوم الحلقه تكون مميزه يعني احلى من كل مره. مع العلم احنا يعني ناقصين اليوم بس لا احد يستغرب. بدور ان شاء الله جاي بالطريق وحلقتنا راح تكون صد 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 حيل مميزه لان عندنا ضيف اليوم راح يتكلم عن شيء رياضي وهو مدرب كمال اجسام بس ما راح اقول اسمه وما راح اقول من هو الا طبعا بعد الفاصل الثاني. بنيف اكيد نمسي عليكم بالخير مشاهدينا. حلقه جديده سمعنا معاكم مثل ما انتم عارفين يعني ارد ننوه ونقول انه في خلال فتره الانتخابات واللي قاعد يصير بالديره برنامج جادرينج يعني مثل ما قلنا انه هو يتميز. ليش؟ لان كل يواكب كل شيء قاعد يصير بالكويت. برنامج جادرينج الحين شويه صار سياسي. ليش؟ لان قاعدين نتكلم بالسياسه الاجواء السياسيه حتى ضيوفنا لازم شويه ندششهم بالسياسه ونطعمهم بالدياسه بالسياسه هذا شكلك يا انت بدياي لا انا بنام مو شو اسمه. فانتوا يعني راح تاخذون على قولتهم دروس خصوصيه بالمجان من برنامج جادرينج. احنا قاعد نتعلم وانتم تتعلمون ان شاء الله. هدفنا الاول والاخير انه نوصل لكم كل شيء كل معلومه مفيده وعجيبه. اكيد اليوم حلقتنا وايد وايد مميزه. حلقتنا اليوم ترى وايد وايد مميزه. ما راح اقول ليش راح تعرفون ان شاء الله خلال تسلسل الحلقه. جادرينج شو هذه صفحتنا بالفيسبوك @ جادرينج شو هذه صفحتنا بالتويتر. خليكم معنا وتابعونا. ارقام اتصالات بعد موجوده تقدرون تتواصلون معنا. اسرار ما ادري اليوم ايش فيها يمكن مريضه ميمي الله يسلمك بخير سافرت طبعا ايه. وعندنا بدور متاخر راح ان شاء الله بالطريق. يلا حمود نبلش. انت اي طبعا انت تدري بنيف يعني اليوم صدمتني يوم انت اول ما دخلنا الاستديو قاعد تقول لي حمود تصدق ان انا قعدت من النوم حاس نفسي ان انا حيل تعبان وايد تعبان ما بغيت يعني تخيله ولو نواف اليوم ما يا حبيبي كان انا طالع اليوم بروحي على الهواء حبتين حبتين سويتها انت حبتين تذكر فقره بالفقرات لما طلعت انت بروحك انا طلعت بروحي بس سويت فيكم قفلت الباب عشان قفل علينا الباب عشان يجيكم يدش بروحه على الهواء وخلانا كلنا بس انتقلنا احنا منه عموما والله ودي انت صراحه لا والله انت لا لا والله, والله تطلع ايش شلون خلونا نطلع فاصل حبتين ونرد وياكم. اكيد ردينا معاكم مشاهدينا من بعد الفاصل. نتواصل برنامج جادرينج بما ان انا وحمود اليوم قاعدين هنا بروحنا ندردش نتكلم عن الجو عن هبات الجو عن اخر عيد ميلاد حمود. انا قلت لكم اليوم مميز. هابي بيرثدي تو يو هابي بيرثدي تو حمود. انا قاعد اقول بدون وين هابي بيرثدي تو هابي بيرثدي لا تصفي لا تصفي. طبعا زميلتنا منال الله كل ما نسوي عيد ميلاد كذا شيء مميز ما ادري من وين من كيك ام بيك. حبيبي كل عام وانت بخير حبيبي جاسم. لا 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 وين وين كل عام وانت بخير انت بخير منو لا 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 طبعا يعني منال العمران يعني هي مذيعة حبيبي زين هي يعني قلت لكم شيء مميز هذا المميز وحبيبتنا وما وقال انا صراحه وايد مستانس يعني على الكيكه الجميله هذه. لا يعني خطيره ندري خربت الكيكه يا بدور. لا عادي عادي شوف اللي فيها اسمك حمودي. اي حمودي ايش عليك؟ شنو موجود مخرجتنا طبعا اربع شمعات تبي الام العوده وانا اربع شمعات عشان عمرك 40 انت ايش معنى اربعه؟ اربعه عشان احنا اربعه عشان اربع الوان لا عشان احنا اربعه بجادرين مشكوره وما قصرتوا صراحه يعني انا ما ادري شو اقول لكم كله كيك حتى يعني الصغار انت مصممتها منال كان ودي لو في سكينه زين شنو فيها؟ سكينه ودي اقص لا لا نخرب ما ادري شنو داخله بس كذي
طبعا منال عمران زميلتنا معروفه وغنيه عن التعريف يعني ما له داعي اتكلم عنها. منال صراحه ما قصرتي انت، انت الحلو فيك ما شاء الله عليك منال انه كل الشباب الو ها مفاجاه ثانيه بعد الو الو هلا يما شلونك؟ الو مرحبا مرحبتين كل عام وانتم بخير حبيبي كيفك ياما؟ كيف حالك ماما؟ حبيبتي يما عيد ميلاد سعيد ان شاء الله عقبال 100 سنه يا عمري حبيبتي يما. ايش رايك بالكيك؟ شاك بالكيك يما تقول لك منال عمران تينن الله يخليكم حمود زين سمعنا صوتك والله نسمع فيك وما نشوفك صراحه يعني اكيد اكيد والله يما كعبه الدور ونوافي والله اكون معاكم بهالجمعه الحلوه ما شاء الله عليكم الله يخليك والله نتمنى انت معنا بعد كافه اتصالك تشرفنا ونورنا ان شاء الله تكون سنه سعيده على محمد يا محمد شفتي 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 منال شايبت لي وعليكم الله يخليك قاعد تشوفين الكيكه يما اسمها حمودي وام بعد شيء مميز اي والله واو صراحه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يما شريفه انت بتاخذ الكيكه انت بتاخذ الام على شريفه واقول لك كل عام وانت بخير يا بعد عمري حمود شنو الله بخير عليكم وانت على السنه ام احمد خاتم محمد كلكم يعني وانت خاتم محمد سلامه الله يسلمك خاتم احمد نعم حبيبي عندنا شريفة تسلم عليك وعندي لك شغله شو تقولين حق محمد بمناسبه السنه الجديده اللي بدشها بطل شيطانه كل عام بخير وان شاء الله سنه خير وسعاده عليك يمه ان شاء الله اشوفك اسعد بني ادم ان شاء الله بهالسنه هذا تكون سنه خير عليك دمعت عينك دمعت عينك يا حمود ترى المسلمين على اساس على طول وعليكم حبايبي الله يسلمك طبعا محمد ولدي الثاني محمد الحداد احب اقول له ان شاء الله يا ربي سنه خير عليه اكيد السلام ان شاء الله اكيد يسلم عليك وكلنا نسلم عليك اتصالك شرفنا ونورنا يا ام احمد وامنا كلنا ان شاء الله الله يحفظك لنا ان شاء الله ويخليك سكينه بسكينه بعد عمري يقولها سكينه شنو؟ انا بسالك سؤال شكرا حبيبي مع السلامه مع السلامه حبتين يما سوي لي حبتين الحين حمود انت عيد ميلادك 27/12 وباقي كم يوم بالضبط يعني تخلص السنه ايام وتخلص السنه شنو امنيتك حق السنه الجديده 2012؟ ان شاء الله تكون سنه خير علينا كلنا ان شاء الله يا رب امين وافتك من الامراض وافتك من كل مشكله شيء تكدر خاطري كلها كل المشاكل تروح الله ان شاء الله وان شاء الله كذي وان شاء الله كذي استانس وياك وان شاء الله وان شاء الله برنامجنا يكون البرنامج الاول الشبابي على مستوى العالم العربي الو ان شاء الله الو الو مساء الخير مساك الله بالنور يعطيك العافيه حمود الله يعافيك خلاص طبعا امدانا يا جماعه امدانا الله مساء الكريم منورتنا مساء الخير على الجميع طبعا الله يمسيك بالنور يا هلا وين اللي بيب العيد؟ وين دانا؟ ليش ما دانا موجوده دانا موجوده اكيد بتكلم محمد بس اول شيء ابي اهني انا محمد واقول له ان شاء الله يا رب كل عام وانت بالف خير حبيبي وان شاء الله يا رب السنه هذه تكون عليك سنه خير وعلى الجميع طبعا وان شاء الله اشوفكم اعلاميين قد الدنيا امين مع دانا ان شاء الله منال وبدور وحمود ونواف وكلنا كلنا ضيع ضيع مسكين من الوناس يا حمود ابي السكين يا ربي سنه خير عليكم ان شاء الله يا رب يا رب انتم اعلاميين قد الدنيا يا ربي ان شاء الله شفتكم نجمه قد الدنيا ان شاء الله حبايب بوجودكم ان شاء الله وين قلبي يعني ما راح تسلم انا موجوده دانا موجوده ابي دندون ابي دندون وبشور دانا وبشاير بعد تبي تكلمك كلهم بعيدون لك وتنوا لك بالسنه الجديده وبعيد ميلادك ان شاء الله وعقب كل شيء بغنوا لك طبعا اكيد يعني خالتك مفيصل عندك تقول لك كل عام وانت بخير وخالتك معزيز تقول لك كل عام وانت بخير خالتي بوسي لي اياهم كلهم كلهم بوسي لي اياهم تبوس الكعبه حبيبي لحظة بتحاكيك دانا لحظة يلا وين الفنانة دانا الو دندون الو السلام عليكم سلام هلا والله انا قاعد اتخيلها شلون تسوي بيها حركات كذا من تتكلم اعطينا شعر دانا شعر شعر شعر؟ اي اي بقول حق محمد كل عام وانت بألف ألف ألف خير الله وانت بألف لا نقلونت لا شكو انا الحين بكلمه وانا والله كنت بقول شيء
بس الحين بطلع اللي بقلبي. طلع اللي بقلبي. بقول لك شيء. حمودي مو ابننا. يستر ما يجيب لنا. لا لا أنا أشتغل والله يا أجيب لكم. ألو. حمود حمود يبون يغنوا لك كلهم المجموعة اللي عندي ترى وناطرينك. الاحتفال عندي بالبيت. يلا هذا أحلى سيجمنت صراحة يعني أنا منال نواف بالدور. حفلتك عندي حفلتك عندي. يعني أنا يعني بين أهلي هني وبين أهلي هناك. كلهم. وشريفة. انا والله ودي اجلس صراحه بخاطري شريفه لو تهدي الكنترول وتي عشان لما اقص الكيكه كلكم انت يعني شنو لازم تقص الكيكه ويا محمد كلمك بشاير تبي تكلمك وين وين بشور يلا وين بشور سمعي بشور بشور صغيره انا يلا انا هلو بشور من قاضي بشور عمي هلا حبيبي عمي انت فديتك ابوي انت قول له عمي وين بوستي وين بوستي ما عيد ميلادي أمنت الحب حيا أنت صح بشورة بشورة شوفيني شوفيني شوفي شوفي بوستك عطات حب عطات بوسة حمود حمود يلا بغنولك بغنولك يلا يلا واحنا انزل يا جميل على الساحة وتم اختار كده بالراحة يلا عطات يلا يعني ما تنحرز اليوم أمرك يا جميل والله أنتم جميلين يا جميل حتى البيت يوم حتى البيت يوم حبيبي هذه السكينة أغنية كلاسيكيات والله من أحلى الأغاني من أحلى الأغاني حكي يا رب كلها وأنتم سعيدين يا رب عسى ربي يجعل أيامكم كلها أفراح وجودكم يا رب ولا يحرمنا منكم ولا يحرم محمود منكم يا رب إن شاء الله يخليكم ويخلي حمود لنا ولكم وتروح المدرسة وتروح المدرسة وتروح المدرسة وتروح المدرسة يا رب عاتك رجالاتك على آآتك بولاناتك كل غاري مسؤولين هذي بقصة القبار أنا بسكين الحين ولازم أقصر كيكة حمود أسادي ألو 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 منو حمود هلا شوف أنت الحين زعلان مني أنا زعلان منك تدرين أنت ليش لا لا اليوم عيد ميلاد وما بس 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 عشان دقيتي وغنيتيني بعيد ميلادي ما راح ازعل منك بديت جدندون انت وانا احبك وانا اموت في جدندون واحنا واحنا دانا 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 الو 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 يا جماعه بنيتي يا دانا انزين حمود سؤال سؤال يا جماعه قالوا لي حمود قولوا له امس خالتك جابت لك شموع قالت لك هذيل حق باكر حق عيد ميلادك ابيكم تسالوا شنو هي كانت الاسم شنو هي كانت الحموت وعرف الحين يعني الرقم لا والله انا اسكت اقول ولا اقول اقول ما راح يقول قول لا تقول اختي اختي ام فيصل تقول شموع كبار وايد على شنو الشموع والله اقول لكم الشموع صراحه يعني ظلمتني يعني يعني مثلي هل حمود يقول لكم يعني يعني تشيس أنا قلت صدق في شموع طلعت كل حبة ذرة حطوها قالت لي كان حطها قالت لي لا لا بس الشموع الصدق اليوم عندي حمود اليوم عندي حموتي حياتي يا خالتي حلوة الذرة انت شنو قلت ربعك ربعك باكر توصل لهم الكيكه يحتفلون فيك انا ترى ما ادريت الله يسلمك الله يسلمك إيه نبي كيك نبي كيك تبونها الحين تبونها الحين اطرشها يسلمك لا ما عندي الحين شوفوا يعني ها هذه كيكه من بدور ما يعني ما قصر وهذه كيكه من منال العمران يعني فديته صراحه منال منال دائما يتوقع على دائما يتوقع على انت تسوي تقول شيء عساهم على القوه ما يقصرون يسلمك يعطيكم الف عافيه على الاتصال وان شاء الله باكر كيكتكم تكون موجوده سلمك الله يحفظكم ويسلمكم ان شاء الله استاذنك بما انه عيد ميلادك حق محمد سعد ترى اليوم عيد ايوه طبعا يا جماعه طبعا محمد سعد وهو طبعا هني مصور ويانا هو الليمبي وانا طبعا يا الليمبي لاني انا احبك وهو اسمك الليمبي الله كلمني عيد ميلادك وعيد ميلادي النهاردة في يوم واحد يعني احنا اثنين في واحد وبرت الناس الجديد فطبعا ودي اقص الكيكة انا الحين وقبل لا اقص الكيكة نطلع فاصل ونرد وياكم عشان يلا باي باي باي
دلوعنا اليوم حمد دلوع اليوم عيد ميلاد يد هيلي لا تيك التيل على قولتهم طول عمرك يا هيلي لا تيك حبيبي في ديتك يا ابني رجعنا طبعا من الفاصل اكيد ويانا ضيفنا اللي كلمناكم عنه وهو طبعا مدرب